اتفاق الثنائي، اتفاق تجسر الحر مثلا بفيلق الرحمن مع ممثلي دولة روسيا الاتحادية، هو وقف إطلاق النار بشكل حازم وبشكل يشمل جميع المناطق التي يسيطر عليها جيش سوري الحر، نفسها جوبر وعين ترمى والغوطة الشرقية، إدخال كافة أنواع المساعدات عبر فتح المعابر إلى الغوطة الشرقية دون أي قيد أو عراقيل. فالاتفاق ما أن يدخل حيز التنفيذ، والمفروض أنه منذ ساعات قليلة دخل حيز التنفيذ، مباشرة يتم تشكيل لجان لبحث عملية إطلاق المفقودين والمعتقلين والمختطفين.